شنو رايك بان ما بقاش ديجاليزاسيون في الملحقات وغتولي غير في الجماعات؟ شنو رايك؟ ولا تحقق كيخلق هذا النوع هذا ديال القرار نوع الازعاج بالنسبه لواحد عدد الناس اللي تيكونوا قراب يسخد بروكسيميتي مع الجماعه مع المقاطعه، فاذا به يصوب يجي دابا باش يمشي ويعاوتاني يقطعوا الطريق يمشي لمسافه اخرى، وكتعرف مع المشكل ديال لي زامبوتياج مع ديال السير وهذا الشيء كله تيخلق واحد النوع ديال الازعاج للمواطنين، الاغلبيه المواطنين تيفضلوا تبقى في المقاطعات وفي الجماعات الا كان ممكن، اللي على حسب الامكانيات كل واحد على حسب القرب ديال السيد. تنظن هذا اللي واش تشوف ان شي ما تيضرب في هذيك السياسه تاع تقريب الاداره للمواطن؟ فعلا فعلا، لانه الحكومه كتتنادي دائما بتقريب الاداره من المواطنين، وهذا شويه تيبعدوا على المواطنين في الحقيقه، لان خصهم يخدموا في هذا الاتجاه في جميع الميادين وخصوصا بالنسبه لهادشي ديال لا ليغاليزاسيون. ونتمنى على الله انه الانسان تغير لصالح المواطنين لصالح الجميع في الحقيقه، لانه كل شيء كاين واحد عدد ناس مضرين واحد الفئه مضرين بهذا القرار، ونتمناو انه ترجع المياه المجاري او ترجع كما كانت قديما وكل شيء يقضي شغاله ويكون بخير وعلى خير. بالنسبه لليغاليزاسيون اللي كان اللي كنعرفوه الجميع، هو كنا بشحال هذه كنا كنديروها في المقاطعه عادي نورمالمون، اما باش بنادم يتسخسخ ويجي المقاطعه واحده اخرى تقريبا بعيد عليها تقريبا بواحد 4 كيلومتر ولا هذا سي بيزار، كاينه ولا ما كايناش هذه القضيه. بالنسبه لي انا هذا الصباح هذا خليت الخدمه ديالي جيت للمقاطعه نورمالمون اللي كناخذ منها النسخ ديالي والشهاده كامله، واحد قال لك اودي لا راه هنا الحاله المدنيه راه كنقادو الحاله المدنيه وغتمشي لمقاطعه واحده اخرى لا غتقدر تصاوب فيها الشهاده كامله والنسخ وكذا، لان هادشي انا جاني فيزا وما نكذبش عليك فلوس ما كاينينش، وكتشوف الحاله هذا وهذا ما عندك ما دير. تيضرب في هذيك السياسه تاع تقريب الاداره للمواطنين والرقمنه تاع الاداره؟ حاجه باينه، هذه حاجه باينه، حنا راه حنا كاملين كنعرفوا ان الادارات ديالنا تبارك الله عليهم وصلى على النبي راه ما شاء الله، وكتزيد تكمل بهذا الشيء هذا راه زعما ما شاء لا اله الا الله وصل، هذا هو اللي كاين. لا خصهم فهمتي خصهم يسهلوا لهم المسطره وتولي يا خويا يقربوا لهم الاداره واش اللي كاين ودخلت. انت بالنسبه لك ما عجبكش هذه القضيه؟ لا 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 ودخلتي ما عجبني، خاصهم فهمتي خاصهم يخربوا لهم بالاداره بزاف فهمتي، تكون الاداره حداهم ويبسطوا لهم الامور، ماشي دابا راه معقده ودخلت. واش المشاكل اللي تخلق هذه المشكله؟ ما كاين بزاف ديال المشاكل ودخلت بزاف فهمتي، كاين بنادم كاع اللي ما عندوش لاكارت ما كيبغيوش يصوبوا ليه، كاين بنادم كيجي من بعيد وكيخليه، شحال من فهمتي شحال وقع من خروقات هنا.